ينضم إلينا مراسل قناة القاهرة الإخبارية زميلنا عمر أحمد من أنقرة. عمر صباح الخير، وياريت أنك تطلعنا كده على آخر المستجدات، لأين وصلت عمليات الإنقاذ حتى الآن؟ صباح الخير جاد لك والآية وللمشاهدين. في الحقيقة أعمال البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة حتى الآن، رغم أننا في اليوم العاشر نشهد بعض المعجزات ولو أنها أصبحت قليلة حاليا في هذا الوقت. ولكن يوم أمس على سبيل المثال تم استخراج امرأة بعمر 77 عام بعد 212 ساعة من تحت الأنقاض في البرد وفي دون مأكل ومشرب. حقيقة كانت معجزة. حاليا لا تزال فرق الأنقاذ موجودة في بعض المناطق التي تشتبه في أنها تحوي تحت هذه الأنقاض ناجين يعيشون وعلى قيد الحياة. حتى الآن يتم استخدام الكاميرات الحرارية، المسح تحت الأنقاض، وكذلك الكلاب المدربة. كل هذه الأمور مستخدمة حاليا. طبعا عدد الضحايا وصل إلى 35,418 ضحية فقط في تركيا، وكذلك 105,505 جرحى كما أعلن الرئيس التركي يوم أمس. كذلك طبعا عدد المباني حاليا، المباني المتهدمة أو التي تحتاج إلى تهدم سريع أو تهديم سريع لأنها عرضة للسقوط في أي لحظة، تجاوز 41,000. لا تزال إدارة البيئة يعني تقوم بعملية مسح لكل المباني المتضررة والتي تحتاج إلى تهديم سريع، لأن الهزات الارتدادية حقيقة مستمرة. ويوم أمس، ليلة أمس، حصل هزة ارتدادية في مدينة ملاطيا بلغت شدتها 4.6 درجات على مقياس ريختر. كل هذه الهزات تهدد هذه المباني. حاليا بعض الفرق تقوم بإسقاط المباني التي تكون مرجحة للسقوط لكي لا تشكل خطر على الأشخاص الذين بجانبها، وكذلك عمليات رفع الأنقاض أيضا بدأت في العديد من المناطق، يعني في الكثير من المناطق حقيقة يعني فقد الأمل في يعني على كلامك عمر، هل ما زال هناك مناطق بتسجل عثور الناجين عن مناطق أخرى؟ هذا صحيح. المناطق التي لا تزال تسجل ناجين حقيقة في هطاي، في كهرمان مرعش، وكذلك أضيمن، وهي المدن الأكثر تضررا بالإضافة إلى غازي عنتاب، هي المدن الأكثر تضررا حقيقة والتي شهدت أكبر عدد ممكن من الدمار. هذه المدن لا زلنا نشاهد في بعض هذه المناطق، هي قليلة حقيقة. فرق الإنقاذ التي لا تزال تبحث عن ناجين هي قليلة ولكن موجودة حتى الآن. أعتقد حسب ما يقول الخبراء أيضا بأنه خلال 3 أيام سوف يتم الإعلان رسميا عن انتهاء فترة عملية البحث عن ناجين، ولكن وسوف تبدأ عملية يعني رفع الأنقاض بشكل رسمي وبشكل كامل. حاليا موجودة هي ولكن بشكل مؤقت أو بشكل جزئي لبعض الأماكن فقط. كما أعلن أردوغان بأن بداية الشهر القادم سوف يتم البدء بعمليات يعني رفع الأنقاض وإعادة البناء كذلك للمناطق المنكوبة. الرئيس أردوغان طلب مهلة سنة لإعادة إعمار المنطقة. المراقبون هنا، الاقتصاديون، كل المختصون بهذا الشأن يرون الموضوع يعني فيه صعوبة. في حاجة إلى مزيد من الوقت يعني كما قلت يعني لإعادة الإعمار مرة أخرى، يعني نحتاج وقت إلى أكثر من عام تقريبا كما يقول الخبراء. ولكن عمر، ماذا عن التعويضات؟ هل تم صرف تعويضات عاجلة لهؤلاء المتضررين من هذه الكارثة الإنسانية؟ حتى الآن نعم، البريد الخاص بالدولة يمكن القول أنه الأشخاص الذين يمتلكون هوياتهم الشخصية يمكنهم الذهاب والحصول على بعض التعويضات التي تم يعني صرفها من الدولة. كذلك تم تخصيص مراكز للإيواء حاليا. الأمور الأخرى التي تم الحديث عنها ربما تحتاج إلى وقت لتطبيقها، موضوع دفع إيجارات البيوت
من قبل الحكومة لمدة سنة، موضوع يعني النقل إلى الفنادق، موضوع بعض الأمور هذه تحتاج إلى بعض الوقت ل يعني عملية دراسة مفصلة أكثر. لذلك هذه الوعود موجودة حاليا من قبل الحكومة ولكنها تحتاج إلى وقت للتطبيق. طبعا النازحون من هناك يعني الدرجة الكبرى أو الغالبية من المشردين موجودين حاليا في الخيام في المناطق المنكوبة، البعض منهم غادر إلى المدن الأخرى، من لديه أقارب ذهب إليهم، ومن ليس لديه كذلك بعضهم ذهبوا إلى المدن الأخرى في مراكز الإيواء في صالات رياضية وأي مؤسسة أو قاعة تابعة لمؤسسات الدولة تم فتحها من أجل إيواء هؤلاء. كذلك تم إخراج الطلاب من المساكن الطلابية لأنه تم الإعلان عن إغلاق الجامعات حتى نهاية هذا الموسم الدراسي. يعني كل هذه الأمور حاليا تم تفعيلها. طبعا هناك انتقادات من المعارضة بهذا الخصوص، خصوصا في موضوع إغلاق الجامعات. المعارضة التركية تقول بأن المساكن الطلابية أساسا غير مناسبة ولا تصلح لأن تكون ملاجئ أو بيوت للنازحين، يمكن استخدام أمور أخرى في هذا المجال، ولكن الضرر والكارثة التي سنتركها لدى الطلاب الذين سيفقدون جامعاتهم خلال هذه الفترة ستضاف إلى فترة جائحة كورونا أيضا، سوف نخسر جيل كامل بسبب هذا الزلزال وبسبب جائحة كورونا. عملية تعليق التعليم منتقدة جدا حقيقة، إن كان من المعارضة وإن كان من الأوساط التعليمية في تركيا. عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.